Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 3 from unit 14. اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ الدرس الثالث من الوحدة 14. Open your pupils book. نفتح كتاب الطالب. Page number 55. صفحة 55. Write the date up the page. نكتب التاريخ على رأس الصفحة. Today is 13th of March. Sorry. Of March 2021. It is Tuesday. Today is a Tuesday. اليوم هو يوم الثلاثاء. Read, اقرأ, order and say. رتب ووصل. الآن عندي 4 pictures, 4 أماكن. نتذكر شو أسماءهم. هون عندي butchers اللي هو الملحمة. نكتب هون butchers. butchers 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 اللي هي الملحمة. ما ننسى إنه في هون كمة. نيجي هون عندي market سوق. market سوق. عندي هون بيكرز. بيكرز اللي هو مخبز. بيكرز بيكرز اللي هي مخبز. آخر محل عندي هون اللي هو آيس كريم شوب. محل بيع البوزة. آيس كريم شوب. آيس كريم شوب محل بيع البوزة. إذا الآن نعيد. باتشرز ملحمة. ماركت سوق. بيكرز مخبز. آيس كريم شوب محل بيع البوزة. Let's read the text. خلنا نقرأ النص. We go shopping on Saturday. إحنا بدنا نذهب نتسوق في يوم السبت. We go by car. ذهبنا باستخدام السيارة. First أولاً. We go to the bakers. ذهبوا أول إشي للبيكرز. فعند كلمة first بنكتب C. We go to the bakers. We buy bread and cakes. اشتروا من المخبز bread خبز and cakes. Then بعد ذلك we go to the market. Then we go to the market. الآن نكتب B هون. ذهبوا للسوق. We go to the market. Mom buys fruit and vegetables. الأم اشترت فواكه وخضروات. Fruit فاكهة. Vegetables خضروات. Next ثم. We go to the butchers. ذهبوا للبتشرز. اللي هي A. فإذا next A. We buy lamb. Lamb معناها لحمة. لحم. Finally معناها أخيرا. We go to an ice cream shop. ذهبوا للآيس كريم شوب. نكتب دي. Dad buys ice cream for my brother and me. أبوي اشترى بوزة إلي والأخوي. الآن نأخذ معاني الكلمات. First معناها أولا. Then معناها ثم. Next معناها التالي. Finally معناها أخيرا. الآن بعد ما حددنا الكلمات وحددنا الصور ننتقل للتمرين الخامس. Ask and answer. اسأل وأجب. I want to buy some medicine. الآن يجع كلمة ميديسن. ميديسن معناها دواء. ميديسن معناها دواء. عندي هون 4 شوبس 4 محلات. أول إشي بوست أوفيس. نكتب عنده مكتب البريد. كيميستس. نكتب عنده الصيدلية. توي شوب محل بيع الألعاب. شو شوب محل الأحذية. الآن نيجي نكتب أسماء الأشياء الموجودة عندي بالصور. ميديسن. ميديسن. الآن الميديسن من وين أنا بشتريه؟ من الكيمست. نوصل ميديسن مع الكيمست.
نوصل الميديسن مع الكيمست. طيب الكار توي، التوي كار، لعبة السيارة، من وين بشتريها؟ من التوي شوب. بنوصل الكار مع التوي شوب. طيب ستامبس، ستامبس اللي هي طوابع، مع البوست أوفيس، من مكتب البريد. شوز الحذاء، من وين بشتريه؟ من الشو شوب، بنوصله مع الشو شوب. الآن طبعا هو مكون لي هنا جمل، أنا رح أخذ هذا النمط بكتاب التمارين. أنا فقط مطلوب نكتب الكلمات ونوصل كل شيء مع المحل اللي أنا بشتريه منه. Turn the page، نقلب الصفحة. Write the date up the page، نكتب التاريخ على رأس الصفحة. Today is 13th of March 2021. Listen and say. Boy. Toy. Boy. Toy. الأو مع الواي تلفظ أوي. أوي. Boy معناها ولد. Toy معناها لعبة. إذا نعيد مع بعض. Boy. Toy. Boy. Toy. Now let's move to exercise number 7. Ask and answer. الآن أنا اللي بيهمني بالتمرين هذا بدنا نراجع الكلمات التالية. نكتب مع بعض. Next. To. Next to معناها بجانب. Next to معناها بجانب. Behind. Behind معناها خلف. Behind معناها خلف. Opposite. Sorry. Opposite. Opposite معناها أمام. أنا بدي أعرف هذول الثلاث كلمات. إذا نكتب مع بعض. Next to بجانب. Behind خلف. Opposite أمام. نكتب عندهم مهم. هذول اللي بيهموني من التمرين. الآن تطبيق التمرين رح نأخذه وين؟ في كتاب التمارين. أوكي النشيدة مش مطلوبة. ننتقل الآن لكتاب التمارين. Open your activity box. نفتح كتاب التمارين. Page number 55. صفحة 55. Write the day and the date. Today is Tuesday. Day. اليوم هو يوم الاثنين الثلاثاء. It is 13th of March 2021. Read and write. اقرأ واكتب. Toy shop. نكتب فوقها محل ألعاب. Bakers مخبز. نعيد ورا المس. Bakers مخبز. Chemists صيدلية. Chemists صيدلية. Market سوق. Post office مكتب بريد. Butchers ملحمة، المكان اللي بنبيع فيه اللحمة. إذا عيد وراي. توي شوب محل ألعاب. بيكرز مخبز. كيميست صيدلية. ماركت سوق. بوست أوفيس مكتب بريد. باتشرز ملحمة. الآن نيجي هون. I want بمعنى أنا أريد. To buy أن أشتري. A toy robot بدي أشتري لعبة. شو بقول له؟ go to the، اذهب إلى. شو اسم المحل اللي بروح عليه؟ toy shop. نيجي هون. I want to buy بدي أشتري some stamps. stamps معناها طوابع. بدي أشتري طوابع. أي محل بروح؟ post office. شو بقول له؟ go، اذهب. to the، اذهب إلى post office. Post office. اذهب لمكتب البريد. Sentence number 3.
I want to buy some lamb. Lamb معناها لحمة. إذا أنا بدي أشتري لحمة عوين بروح؟ Butchers. Butchers اللي هي الجملة الثالثة. شو بحكي له؟ Go to the butchers. Go to the butchers. نيجي على نمبر فور. I want to buy some cakes. إذا أنا بدي أشتري cakes عمين بروح؟ أكيد على البيكرز الخباز على المخبز اللي هي الجملة الرابعة. شو بحكي له؟ Go to the bakers. كل الجمل بدها تبلش بgo to the. بحكي له go to the bakers. Number five. I want to buy some medicine. Medicine معناها دواء. إذا أنا بدي أشتري دواء عمين بروح؟ بحكي له go to the chemists. Go to the chemists. صيدلية. Go to the chemists. Number six. I want to buy some fruit. Fruit معناها فاكهة. And vegetables خضروات. إذا أنا بدي أشتري fruit and vegetables عوين بروح؟ على الماركت. شو بحكي؟ Go to the market. إذا ماركت للجملة السادسة. Go to the market. Exercise number five homework. واجب شخصي عليك يا مس اللي هو listen, say and copy. اقرأ الجملة وانسخها. There are two boys in the toy shop. في ولدين موجودين وين؟ بالتوي شوب بمحل الألعاب. بنسخ الجملة هاي هون. The boys الولاد are playing بيلعبوا with their toys بألعابهم. شو المطلوب مني يا مس؟ فقط قراءة الجملة ونسخها بالأسطر اللي تحتها. Let's move to the last page. نفتح آخر صفحة 56. Write the date. Today is 13th of March 2021. Exercise number one, underline and say. بدنا نقرأ الكلمات ونأخذ معانيهم. Chemists, نعيد ورا المس. Chemists, صيدلية. Chemists, صيدلية. Bakers, مخبز. Bakers, مخبز. Market, سوق. Market, سوق. Butchers, ملحمة. Butchers, ملحمة. شو شوب محل أحذية. شو شوب محل أحذية. الآن مطلوب فقط نأخذ المعاني ونحفظهم، نكتب عندهم حفظ. أوكي. The last exercise at unit 14. Look and write. انظر وأكتب. بدنا نتذكر معاني الكلمات اللي قبل شوي أخذناهم ونكتبهم يا مس هون. Next to معناها بجانب. Behind معناها خلف. Opposite معناها مقابل. Look at picture number one. There is a bookshop and there is a shoe shop. في عندي محل بيع كتب مكتبة وفي عندي محل أحذية. بنلاحظ إنهم بجنب بعض. Next to. الآن كيف بكون الجملة؟ The shoe shop محل الأحذية is next to بجانب the book shop. إذا أعيد. The shoe shop is next to the shoe shop. The book shop. نيجي هون. عندي بوست اوفيس وماركت. هاي البوست اوفيس وهي الماركت شو مالهم؟ نيكست تو بجانب بعض. نيكست تو. شو بحكي؟ ذا بوست اوفيس اللي هي مكتب البريد از نيكست تو ذا ماركت. اذا ذا بوست اوفيس از نيكست تو بجانب the market بجانب السوق. عندي بيكرز مخبز وباتشرز ملحمة.
بنلاحظ انهم مقابل بعض opposite opposite. الان شو بحكي؟ the bakers is opposite مقابل the butchers. اعيد the bakers المخبز is opposite مقابل opposite نكتب هون opposite the bakers is opposite the butchers مقابل ال butchers. نيجي هون عندي book shop و toy shop. هاي البوك شوب وهي التوي شوب. البوك شوب خلف وراها يعني behind. كيف بكون الجملة؟ the book shop is behind the toy shop. البوك شوب خلف التوي شوب. هيك يا مس بنكون أنهينا اليونت. good luck ويعطيكم العافية.